محمد واخي محمد. السلام عليكم ورحمه الله. ها الكلب ديالك محمد يعضوني. ها الكلب ديالك يعضني اخي محمد. واخي محمد وانا كنتشكل شد عليا الكلب ديالك اخي محمد. واخي محمد والحراق والحراق واش كتسمعني؟ والله الا عندك كليب مزيون اخي. ها شوف غاد البال شوف سبحان الله العظيم. والله اخي محمد على هذا النقل والله حتى نشارك هذا الفيديو مع اخوتي المسلمين في مكان. قال لك اخي الحراق فهمتي؟ بقى يدير زلطات وايدا فهمتي اخي الحراق. قال لك شي يعني شي لصوص الشفاره شي شفاره كيجيو يكريسيو شي دار فما كيجيو يكريسيوها يعني كيلقاو هذاك الكلاب حاضرين. هذاك الكلاب يعني حاضرين وتصانت وحل ودنك. وهذه يعني هذا الكلام كان يعني كنتمنى يوصل الى جميع المسلمين في انحاء الارض. قال لك كما يحكى الله شي دار فيها الكلاب يعني كيحرصوا للحراسه. مزيان تربي الكلب يا اخي ربي الكلب يا اخي الكريم ربي لنا الكلب ولكن ماشي من ديتك راسك تربي لي كلب تشد لي كلب وتبوسو بفمو. خو خو الكلب كتبوسو بفمو الكلب نجس اصاحبي الكلب نجس. الكلب يعني راه فيه الوفاء فيه بزاف حنا ما كنحتقروش الكلب اصاحبي. واش بس تبوس لي الكلب من فمو يا صاحبي شد البلاد اصاحبي نبوش شي كلب من فمو اصاحبي. خو نعم الكلب يعني قالوا العلماء نعم الا اذا كان الكلب حراسه او ماشيه او ماشيه او صيد. اذا لا بغيتي الكلب ربي كلب ولكن شوفش من المقصد يعني تربي هذا الكلب. خدي داز نعم وانا كنحب الكلاب انا كنحب الكلاب انا كنحب يعني تربيه الكلاب. كنت في واحد الوقت يعني ما كنختارينش الكلب في كل وقت وفي كل وقت وفي كل زمان كان خصي يكون الكلب عندي. نعم ما عليناش اللي بغيت نقول يعني هذا واحد الكلب واحد الناس عندهم الكلب عندهم جوج الكلاب يعني حارسين على اللصوص باش ما يعني ما يخونوش هذاك المكان ولا يخونوا هذاك المساله اللي يعني الكلاب هما يعني قائمين بالحراسه ديالها. واخا واحد الايامات هذوك اللصوص كيجيو وما خصهمش يسرقوا شي حاجه لا لا خصهم ينتقموا من الكلاب. ايوا خصهم ينتقموا من الكلاب. هذوك اللصوص كيجيو وفيما كيجيو الكلاب كيشوهوا بهم كيهيطوهم واه واه ما تبع عارفين. هذوك اللصوص مطاورين اذكياء مشاو مشاو جاو مشاو جاو نفس الحاله. شي يوم من الايام الكلاب بغاو يديروا اضراب. الكلاب بغاو يديروا الاضراب ولكن هذا الكلام ما فيه معنى وكلام. الكلاب بغاو يديروا الاضراب على صاحبهم مابقاش كتهلا فيهم الحراق مابقاش كيعطيهم الفراقش وكيسلقهم مابقاش كيسلقهم وكيعطيهم الخضر. نعم فالكلاب داروا الاضراب قالوا حنا سيدي ما نبقاوش نبحوا بالليل. واسمع الكلاب مابقاوش كينبحوا بالليل اللي مابقاوش كيربحوا بالليل. والشفاره ملي جاو ديك الليله كما كيقولوا قال لك الليله الكحله ما كيربحوا فيها كلاب. والشفاره ملي جاو ديك الليله ما خصهم يسرقوا والو خصهم يديوها الكلاب. وداو الكلاب نعم سيدي وطحوا عليهم صراي 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 صراي. انتم كنا نجيو نسرقوا ما تخليونيش صراي فارق باط 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 صبغ ما تصبغ. شواوهم مزيان ملي شواوهم مزيان الكلاب تكلموا قالوا صحابنا حنا حاضيين صح حنا حاضيين راسنا. واش فهمتوا؟ ماشي واحد قال لي يعني عبد الرحمن المجدوب الله يغفر لنا ولاه الله يرحمه قال لك يعني صحاب لي الناس كيوقروني انا موقر راسي. يلاه تبارك الله عليكم خوتي صح يا اخي محمد الحراق يعني اللي يعني اللي حيا لينا هذه الذكرى. والسلام عليكم ربي كلب ربي كلب ولكن ما تربيش الكلب ودخل معك البيت ناس وتناسوا معك البيت ناس لا صاحبي. السلام عليكم.